ملحوظة قبل ما نبدأ الفيديو، أي حاجة هتتقال في الفيديو ده ما هي إلا سرد لكتاب إلكتروني بمسمى إعادة بناء الشعر. أنا هحكي لكم اللي مكتوب فيه بالتفصيل بما إني قريت الكتاب، والكتاب يحتوي على معلومات صحيحة وعلى معلومات نسبيا غير واقعية. المعلومات الصحيحة دي إحنا بنناقشها في فيديوهات سلسلة الصلع الوراثي والإنبات بتاعنا، وبعض الحاجات الغير واقعية هتلاقوني مش بركز عليها قوي في الحكي. الهدف من الفيديو ده انكم تسمعوا قصة الكتاب، وان انا اخليكم ملمين باللي بيحصل في العالم، سواء من ابحاث او كتب الكترونية او كتب مكتوبة. ازيكم عاملين ايه؟ انا فرح محسن، دكتورة صيدلانية معاكم على تشانل دكتور جوي. هقولكم النهاردة عن كتاب اسمه اعادة بناء الشعر. قاعدين يعني بنحكي مع بعض، تمام، بما اننا دخلنا في الصلع الوراثي واتكلمنا فيه وداخلين اهو، هنناقش بقى الحاجات ايه اللي بتعالجه واللي بتساعدنا نقومه. وطالما احنا دخلنا في الكاتيجوري ده لازم تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. كورونا دي ولا ايه؟ خلينا ان شاء الله شرقت حتى بيجي بسيرتي. هذكر اي اسامي، ومش هكتب اي اسامي، ولا هكتب اسم الكتاب، ولا هكتب اسمه في اي حته، ولكن هكتب اسمه بالعربي. وكل امل ان الفيديو ما يتمسحش في الاخر، او ان انا اخد عليه مثلا سترايك ان انا هكت حقوق ملكيه فكريه ولا حاجه، ولكن هو ده مش صحيح. انا مش هنشر كتاب في الفيديو، ولكني هحكي لكم عن قصه الشخص اللي عمل الكتاب ده. ده واحد اسمه ديف، رجع اكتر من 90% من شعره اللي فقده بسبب الصلع الوراثي. فكره ان هو رجع شعره ده من غير ولا علاج موضعي واحد، وكله 100% طبيعي. طب عمل ازاي كده؟ غير حياته بكل بساطه. يعني غير حياته، يعني عمل روتين متكامل لحياته، من نظام غذائي ونظام صحي ونظام اجتماعي. تتكلمي بجد؟ اه والله العظيم هي دي قصته فعلا. شاب، هو بدا الموضوع ده في الثلاثينات، ولكن من هو شاب، من هو في العشرينات بيعاني من الموضوع ده. بدا يحصل له الصلع الوراثي، بدا يخسر جزء كبير من شعره، بدات تعاملاته مع الناس تتغير شويه، بدا اتيتيود الناس ناحيته يتغير شويه بسبب فقدانه لشعره، وانجذاب البنات ناحيته يقل، بدا يحس ان حياته بتتغير. حياته بتتغير، بالتالي ده عمل له اكتئاب. بدا العلاجات من وهو من اول ما بدا يظهر عليه الاعراض في الاول خالص من العشرينات، ولكنه بعد كده بدا ان هو ياخد موقف مع نفسه، ابحاثه، وهو ولا طبيب ولا صيدلي ولا عالم ولا كيميائي ولا اي حاجه خالص، ولا عنده اي شهاده تدعمه في البحث العلمي. يعني هو كان متضرر، والحاجه حاجته ان هو يلاقي علاج لنفسه، يريح نفسه ويوصل لحل، لان هو كان عنده هاجس اسمه زراعه الشعر. المؤمن وايمانه ده كان في محله، ان زراعه الشعر دي هي عمليه مكلفه جدا، بالذات لواحد في بدايه حياته زيه، ومع انها مكلفه فهي برضو مؤقته، مؤقته جدا، يعني بترجع تاني زي او اكتر من الاول، لان انت ما عالجتش الموضوع من مسبباته، من اصله ومن اساسه. فانت بالتالي ايه فايدته ان انت تمسك لي بصيلات تجبرها على التواجد وتزرعها في بيئه غير مناسبه اصلا، to maintain this hair papillas، يعني في بيئه غير مناسبه للمحافظه على بصيلات الشعر دي. ما كان من باب اولى جسمك يحافظ على بصيلاته الاساسيه اللي اتولد بيها، مش بيئه خصبه للمحافظه على البصيلات دي. يبقى ايه لازمته؟ بدا ان هو يغير في اسلوب حياته، يدرس ويبحث. ابحاثه ما كانش فيها جزء اكسبيرمنتال، كان معتمد على الاكسبيرمنتس او التجارب الفعليه العمليه بتاعه الناس اصحاب الاوراق البحثيه والتجارب اللي قبليه. بدا ان هو يوصل لحاجات كتير جدا عن مسببات الصلع الوراثي وازاي يحلها بدون اي توبيكال تريتمنتس. مش عايز باي شكل من الاشكال ان التوبيكال تريتمنتس هي تبقى اساس نظامه، لانه عارف انه مش هيعرف يلتزم موضعيا بالعلاجات الموضعيه، ولو التزم اسبوع او اتنين مش هيلتزم شهر شهرين، مش هيلتزم سنه سنتين. فكان عايز ان اساس علاجه يبقى نظام حياته بالكامل، علشان لو قرر ان هو يساعد نفسه شويه بالعلاجات الموضعيه ووقفها لاي ظرف كان، مجهوده ده كله ما يروحش على الارض، واماله والبنات دي كلها ما تروحش على الارض. بيتحسن من علاقاته الاجتماعيه، بعد عنه اي ضغوطات نفسيه. هو كان واثق ان الكورتيزول وهرمون الاسترس وهرمون الضغط والضغط النفسي والحاجات دي كان عامل اساسي من محفزات تساقط الشعر. هو كان عايز اولا يبعد عنه اي حاجه ممكن تسبب تساقط الشعر، لان هو عنده هدف اكبر واعلى بيحاربه، هو الصلع الوراثي. فبدا ان هو يتبع نظام غذائي كامل، وده انا هكلمكم فيه بقى ان شاء الله في فيديو تاني. بصراحه قلل لي تساقط الشعر كتير، حسن لي من بشرتي كتير، حسن لي من وظائف الحيويه في جسمي. عايزه بكلمكم وهكلمكم عنه ان شاء الله بشكل اكبر. يقسم وجباته، دي اهم نقطه فيه،
يقسم وجباته لأربع كاتيجوريز. الأكل بتاعه بالكامل متقسم لأربع قطع، من الأهم فالمهم فالمهم فالمهم. مش هعرف أحط لكم الصور من الكتاب، عشان زي ما قلت اليوتيوب يا جماعة اللي انتم متعرفوش ان هو بيراجع كل ثانية من الفيديو، وطبعا لو في حاجة من دي اتشافت في الفيديو الفيديو هيتمسح، وانا مجربة ده قبل كده. هتقولوا لي طب ليه ديب بيبيع الكتاب بالفلوس؟ هقول لكم استنوا لسه في القصة باقية. ديفيد عمل نظام غذائي متكامل، حط لنفسه مشروبات يوميا، وحط لنفسه جرعات كاتريتس كده او مسليات ياخدها يوميا، ليها يد كبير جدا في الصلع الوراثي. كل ده احنا هنناقشه في الفيديوهات الجاية. بعد كده راح للمؤسسات الدوائية والمؤسسات الصحية والجامعات الكبيرة والمراكز البحثية عشان يبدأ يوثق ابحاثه ويوثق النتائج اللي وصلها على نفسه. راح قال لهم انا ما عملتش اكسبيرمنت، ما عملتش اختبارات عملية على مثلا فئران تجارب او ولكني انا بحوث نظرية وجربت من اول 13 يوم. يعني بعد اسبوعين ديفيد بدأ يلاحظ تغيير على نفسه، بدأ ان هو طبعا يا جماعة وقت الفيديو مش هيكفي ان انا احكي الكتاب بالتفصيل، ولكني بحكيها لكم كده علشان اديكم امل وعلشان تعرفوا ايه اللي بيحصل في الدنيا. تهاجم من المؤسسات الدوائية ومن المؤسسات البحثية والجامعات، ومحدش وثق له ابحاثه ومحدش وثق له اللي وصل له ولا نتائجه ولا اي حاجة، والحجج كتير. ديفيد مش مجرد واحد مثلا بيعمل بحث او دراسة او مجرد دكتور بيمتهن المهنة دي، متضرر. واحد نحت في الطوب علشان يلاقي لنفسه علاج من حاجه مضايقاه ومزولاه ومخليه حاسس ان هو اتاخدت واتسرقت منه حياته. هاجم واترفض ومحدش قبل ابحاثه ومحدش دعمه ومحدش وثق له حاجه، لان السوق الدوائي او الكوزموثيوريكال فيلد الدوائي التجميلي عامه هو عباره عن هرم اساسه واكثر حاجه بتحقق ربحيه فيه هو مجال التجميل، ومجال التجميل الصيدلاني وبخاخات الشعر وسيرم الشعر وامبولات الشعر والامبولات المعالجه، وده للانبات وده للصلع وده للتساقط. خلاص وقتها كان رجع 90% من شعره وكان حاسس بسعاده، وكان اللي هو بياخد نفسه بالحضن، يعني اللي هو ايه قد ايه هو نجح ومبسوط ورجعت له نفسه تاني اللي كان بيدور عليها بقاله 20 سنه. كل التساؤلات دي والاحساس ان هو عايز يساعد الناس التانيه اجبروه ان هو يمشي في سكه يوثق ده بقى بكتاب ويسجله في المكتبات الالكترونيه عشان يوصل للناس عالميا اسرع وبشكل اكبر. هو طبعا وصلني بالطريقه دي، هو دلوقتي من اشهر الاي بوكس، بس يعني هو سعره غالي شويه ومش كل الناس هتحط ثقتها في تجربه حد وفي كتاب عشان تشتريه وتشوف هو عمل ايه. ولكن ده انا عشان يمكن مجال مهتمه بالبحث في الدراسه فيه وهكذا، جالي الفضول ده ودفعت فلوس ورحت وشفت. احب اقول لكم ان هي تجربه محترمه جدا، وان مفيش حد بيفكر فعلا بشكل عقلاني مش هيعمل زي ما ديفيد عمل. يا رب اكون عرفت اوصل لكم فكره الكتاب بس كده بالشكل انا عارفه، حاولت اختصر على قد ما اقدر. يعني على فكره ديفيد مش هو الشخص الوحيد اللي عمل تجارب في الموضوع ده ونجح، في ناس كتير قوي جربت ونجح، ناس كتير قوي من اللي اشتروا الكتاب وشافوه ونجحوا. واحده واحده كده هنطبق الحاجات دي احنا اصلا مع نفسنا، طبعا على اسس علميه مش بناء مثلا على تجربه ولا حاجه، وكل حاجه هنعملها نبقى مقتنعين بيها 100% ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اعملي لايك وسبسكرايب، استنوا الفيديوهات الجايه عشان مهمه جدا. ومستيل جدا جدا.